أخانا زكريا الحضري الله يرحمه، شوف في حادثة سير في أوكرانيا كان شخص عزيز علينا بحال الأخ ديالنا، والفقدان ديالو فهمتي أثر علينا بزاف. كان شخص كيحسبو بحال خانة وكثر من خانة. كنتمناو المغاربة يدعيو معاه بالرحمة والمغفرة ويحسبوا حتى هما بحال خاهم ويتفكروهم مرة مرة بشي دعوة الخير. لا إله إلا الله. جنازة مهيبة اليوم في مدينة العرايش، أحر تعازيل لعائلة الأستاذ الحضري اللي هي واحدة من العائلات الجليلة، من العائلات المحترمة، من العائلات الشرفاء والعلماء المدينة. زكريا الله يرحمه كان شاب وقور مهذب، لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولا إله إلا الله. تعازي باسم مدينة العرائش، تعازي لجميع الشباب وشابات مدينة العرائش، العائلة ديال الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حنا اليوم يعني مدينة العرائش تعيش واحد المأساة، واحد الحزن عميق، لأن اليوم فقدت أحد أبناء البررة ديالها، الابن اللي هو ديال الزميل ديالنا الحضري اللي كانت تقدموا له حنا بأحر تعازي والمواساة. قلت اليوم أن مدينة العرائش فقدت واحد سفير من سفراء العلم اللي كان كيدرس بهذه المدينة في أوروبا الشرقية، بهذا المصاب جلال. على أننا مدينة العرائش اليوم هي مدينة حزينة، ونظرا للأخلاق الطيبة والمحمودة لهذا الإب البار، أن هناك جموع حجت المقبرة، وهذا دليل على المحبة الصادقة لهذه الأسرة ولهذا الإب البار، اللي حقيقة نحن مثل هذه المناسبات تخوننا الكلمات ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازي للأسرة ديالو، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا من الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته إن شاء الله.